أخبار اليوم. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقرب من القلوب. ربنا جيد إن البلد دي تبتدي تشبك في بعضها وتمسك في بعضها في أحلك وقت في الدنيا. والله العظيم الجيش ما جناش أعمله إعلانات، بس إحنا بنعشقهم عشان إحنا من غيرهم ما نسويش حاجة. وإحنا بنعشق النادي الأهلي لأنه مدرسة، مدرسة في الإدارة ومدرسة. شدوا حيلكم وما يهمكمش، أنا مش بتكلم في السياسة ولا حاجة، شدوا حيلكم وما يهمكمش، فترة التغيير فترة صعبة. وهوعدكم إن دعوات الولاد هنا هتقف جنبيكم إن شاء الله، بس توعدونا. زي ما أنا بوعدكم إن شاء الله والدكتور عمرو وعدكم إن إحنا نعمل 80% إن شاء الله يوم 7/7/2016 يكون نسبة الشفاء وصلت 80%. أنتوا توعدونا بالتلاتة، وما كانش الأربعة والخمسة كمان، عايزين الخمسة. اوعدونا بالخمسة، لو سمحتوا وعدونا بالخمسة، ونيجي تاني هنا وأنتوا والبركة على صدر اللعيبة بتوعنا، على صدر اللعيبة بتوعنا البركة اللي اتكلم عنها الدكتور عمرو، البركة دي البركة دي، وأنا بقول البركة، والله يا جماعة أنا بكلمكم من قلبي، ما في حد دخل هذا المكان إلا وخد بركة. مكان ده فيه كمية إخلاص لله. في ضابط شرطة كان في اسم في عند هنا في أحداث اسمه ساطع النعماني، كان أصيب في وجهه، أصيب بالعمى وبقى ضجيج وسافر لندن وغيره. دخل المستشفى وكان عندنا هنا السنة اللي فاتت في 6 أكتوبر. الكلمة حاجة غريبة جدا، قال أنا ساعة ما دخلت حسيت بطاقة نور وأنا داخل المستشفى. ما تلومونيش إن أنا بحب 57 إنجي. كلنا أنا بحبها وبموت فيها، ويا ريت كلنا نحب كل حاجة، ويا ريت كلنا نقف جنب بلدنا مصر. اليومين دولت محتاجيننا جامد جدا 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 جدا، إن إحنا كلنا نقف جنب بعضينا ونبطل نزق ونبطل ندي كل واحد بالكتف. إحنا قربنا من بعض عشان إحنا مؤسسات زي بعض. عشان زي بعض، عشان شايفين اللي الناس التانية مش شايفين. هو دي النعمة اللي ربنا بيديها للناس، البصر البصيرة قبل البصر. انتوا هتوعدونا بالخمس خمسة، احنا مش هيكفينا تلاتة، احنا عايزين خمسة. وممكن يبقوا يعني هم خمسة، فاحنا محتاجينهم. كنت عايز اتكلم على حاجة تانية، انتوا بتعملوا مبادرة. دكتور عمرو عزت سلامة وطارق دلوقتي هما بقوا أكتر مننا كدكاترة، فاحنا بنعمل مبادرة زي ما انتوا وقفتوا جنبينا وزي ما انتوا بتقفوا جنب أولادنا. احنا دكتور عمرو وطارق بيه ثابت قرروا ان هما يقولوا ان احنا هنعمل سكرينينج لكل اعضاء النادي الاهلي فيروس سي، ونعمل للستات اللي فوق 35 سنه كشف فحص على الصدر. خلينا نقرب من بعض اكتر من كده.